لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من نعم ربنا على العبد يوم القيامة ومن متع الجنة يوم القيامة إن الرب جل وعلا يكشف لنا الغيب ويظهر لنا الحق. كم من مواقف كانت غيب أنت مش عارف هي حصلت ليه وإيه اللي جرى، وربنا دفع عنا البلاء ده بإيه، وربنا رزقنا بالنعمة دي كان السبب إيه، وفي نفس الوقت هتعرف الحقيقة. المعنى اللي أنا عايز أقوله ده موجود في سبب نزول آية في الصحيح، في قول الرب جل وعلا في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الرب جل وعلا قال: قل بقى عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللي حصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيخطب قائم، فجاءت عير من الشام رحلة تجارية، الجمال اللي فيها جت، كل الناس قامت تشوف العير تشوف الجمال، ولم يتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا إلا 12 رجلا فنزلت سورة الجمعة، منهم طبعا أبو بكر. طيب الناس اللي كانت موجودة دي هي ما تعرفش إيه اللي هيحصل وإيه اللي جرى، هي قامت بواجبها ودورها. شوفوا بقى الغيب لما يكشف من خلال الذي لا ينطق عن الهوى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال عليكم الوادي نارا. يعني لولا القلة اللي ظلت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بين جموع الصحابة كان الوادي هيمتلئ نار وهتعذب كل المدينة بسبب هذه الفعلة. الصحابة لولا النبي صلى الله عليه وسلم كشف لهم الغيب ده ما كانوش عرفوا الكلام ده. أكم من مواقف كانت الأودية هتسيل نار وهيحصل خراب وهتحدث كوارث، ولكن الرب جل وعلا دفع هذه الكوارث بسبب قلة ثلة من الناس. وده بيأكده قول الرب جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بيقول إيه: يدفع الله من لا يصلي بمن يصلي. وابن رجب قال تعليق عجيب جدا، قال: إن المنفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يعني المنفرد بالطاعة ده في وقت الغفلة يحميهم ويدافع عنهم. كم من مواقف ربنا دفع عن الناس بسبب واحد بسبب اتنين بسبب اتناشر بسبب مية بسبب ألف. من نعم ربنا يوم القيامة إن الغيب ده هيكشف ويتحكى لك مواقف كثيرة كنت انت السبب في دفع الكارثة والوادي اللي ممكن يسيل نار. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دافع، ما تخليش الأرض تفسد.